السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم سوف نقوم بشرح لعبة اف بي اس جديدة ورائعة. هذه اللعبة هي مالتي بلاير، اي متعدد اللاعبين، ولهذا تحتاج الى الانترنت. اعتقد ايضا انه يوجد المود اوف لاين. شاهد الاف بي اس صراحة جيد. الان نتقدم هنا تيكين بوينت، انتظر قليلا. أعتقد صديقي هذا، هيا نتحرك هنا. الزوم جيد أيضا. اسم اللعبة هو انفينيتي سترايك. أين هم؟ أوه، من يسدد؟ هناك من يسدد علي. أين هو؟ ها هو، شاهد. تعال. لا أعرف أين ذهب. صديقي ذلك، تبقى لي قليل وسوف أموت. هنا الدماء، شاهد. هناك فسوف نقوم بأخذ هذه. أين؟ أوه، هناك صديقي. أين؟ شاهدوا الاف بي اس الرائع، ممتاز، قضينا عليه. اوه، اسلحة قوية، وايضا الاف بي اس ممتاز. هنا تيكين بوينت، ننتظر قليلا. سوف نقوم باخذ هذه المنطقة. هذا صديقي، السلاح الاخر. من يسدد؟ أين؟ لا أعرف أين يسدد. نتقدم هناك. شاهد الـ FPS العالي الخاص باللعبة. أين؟ يسدد. هناك صديقي أعتقد. هناك شيء. لا، ليس هنا. هنا. أوه، قنبلة، هرب. قنبلة، المشاهدون لقد أرسل علي قنبلة. أين هو؟ ممتاز، قضيت عليه. أوه، بصعوبة. قنبلة.
تعال هنا. ممتاز. أين؟ 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 شكرا لكم، سوف أكتفي بهذا القدر من اللعبة. سوف نرى رابط اللعبة أسفل الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.